أعزائي الصغار، أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد من برنامجكم الفنان الصغير. وأصدقاء الفنان الصغير اليوم ينتقلون معنا عبر الشاشة، ونروح مع بعض إلى أرض المعارض في مشرف صالة رقم 2، لأن عندنا هناك المعرض الفني العام للتربية الفنية اللي تشرف عليه وزارة التربية. طبعا تلاحظون أصدقائي أن احنا في هذا الجو، المعرض كبير والبنات اليوم صدفة أن بنات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية متواجدين في المعرض، وراح بعد شوي نسوي لقاءات مع المشرفين. وبنفس الوقت هدفنا الأساسي أن احنا نعرض الإنتاج الفني اللي موجود ينتقل لكم، عشان اللي ما شاف المعرض ممكن يشوفه خلال البرنامج، واللي تتاح له الفرصة أن يشوف المعرض لا يتأخر. احنا أصدقائي في بداية لقائنا اليوم راح نستضيف الأستاذ حسين صراف، عبد الرضا حسين صراف، رئيس لجنة العلاقات العامة والمطبوعات، واللي أشرف وانت تقدم معنا. والأستاذ نقول أبو حسين، ها الأستاذ أبو حسين الموجه الأول في منطقة الجهرة التعليمية. مرحبا أستاذي. أهلا أستاذ. احنا نبي يعني وجودك انت مع أطفالنا الصغار، نبيك تعطيهم فكرة موجزة عن شلون تم هذا المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحيي أطفالنا في برنامج الفنان الصغير، وأشكر مثل ما قال أبو حسين، أشكر الأستاذ أبو أحمد على الإطراء الجميل. أولا نحب أن نقول أن المعرض هذا سويناه خاص في أرض المعارض الدولية، يعني المعرض يعتبر دولي على مستوى العالم طبعا، لأن ما شفنا إحنا معرض يصير في العالم على أرض دولية. الحمد لله. الحمد لله. شلون احنا بدينا على اساس ان كوننا لجان، لان ماكو شيء بدون تحضير وبدون لجان يصير. فسوينا لجان من موجهين الاوائل، وحطينا خطوات معينه، وكل هذا كان الخطوات هذه كانت لصالح اطفالنا الاعزاء اللي موجودين. فسوينا المعرض هذا وانتقينا اللوحات الجميله الجيده اللي تساعد على الرؤيه الجميله، لما تشوفون اللوحات هاي تستفيدون منها. زياراتنا هني يعني الحمد لله، انتم شايفين ورانا ان كثير من البنات جايين يشوفون. انت اذا ما جيتوا مع المدرسه لا تزعلون، وتعالوا العصر او تعالوا يوم الجمعه يوم الخميس على حسب ما تشوفون الفراغ اللي عندكم. المعرض هذا خليناه معرض خاص للطلبه والطالبات وزاره التربيه، اللي انتم من الطلبه هذيله. وانا اشكر ابو احمد على كلامه. استاذي نبي بس نعرف شنو المراحل، يعني هل انت اقتصرتوا على مرحله واحده؟ لان انا قاعد الاحظ اكو بنات كبار وبنات صغار. المعرض يحتوي على الابتدائيه طبعا، بشقين، الابتدائي البنين والبنات، وعندنا متوسطه ايضا بنين وبنات، والثانويه نفس الشيء، والمقررات نفس الشيء. كل المراحل يعني كل المراحل موجوده عندنا في المعرض هذا. بس احنا بالصدفه اليوم بنات، يعني بنات اليوم. مرحلة المتوسطة بنات اليوم. متوسطة بس ولا اكو ثانوي؟ لا متوسطة بس اليوم. شفت بس اللي متخلفين، بعض المدارس متخلفة فسمحنا لهم يدشون معاهم. طيب استاذي، بس احنا علشان بعد شوي نروح ننتقل حق المعروضات، نبي نعرف بس شنو المجالات اللي طرقتوها، رسم كذا كذا، يعني تحدد لي اياهم بس. اول شيء ان المعرض يحتوي على 525 لوحة تقريبا. المجالات اللي فيها فن الطفل، يعني اللي احلى ما في المعرض. وبعدين في فن تشكيل معادن، فن تشكيل الخشب، فن تشكيل الفخار او السيراميكس، وبعدين في التصوير والرسم والطباعه، وكل مجالات التربيه الفنيه موجوده داخل المعرض. هناك اكو اشغال فنيه، وايضا اشغال فنيه موجوده من العرايس، من شغلات وايد وايد حلوه. فاتمنى انا كل طالب صغير او كل يعني الزوار انهم يجون يشوفون الشغلات. انا سمعت من ساعة استاذي ان اكو باب الاقتناء مفتوح. باب الاقتناء يعني مفتوح، الاقتناء يعني الواحد يقدر يهني ويشتري اي لوحه تعجبه، وهذا يعود نفع للطالب او الطالبه. احد يتقاسم مع الطالب شيء؟ اي والله، المدرسه على اساس ساعات ما يبروزون شغلات حلوه يبون لنا، يعني المدرسه تتكلف بعض الاشياء. يعني في جزء من بعض الخامات، من بعض البراويز، من بعض الشغلات، في جزء من المبلغ يروح حق الطالب، يروح للطالب والطالبه. ايش رايك، ما تعتبر هذه عمليه تشجيع؟ يعني اكيد هذا احنا اول مره يصير في معارضنا، وهذا توجه من سعاده وكيل الوزاره الدكتور المساعد
هو اللي امر ان شنو هالمره يصير بيع للاقتناع. لا شك ان دكتور مساعد كانت نظرته صائبه هالمره، لان عمليه البيع احنا ما نقصد ايش كثر باع وبكم، لا نقصد ان هذا الطالب انتج منتوجه فنيه او يعني او عمل فني قدره الاخرون، حلو، وندفع فيه فلوس اكيد عشان يفتح له الباب، لانه ممكن يوم من الايام يكون فنان تشكيلي كبير. احنا في نهايه لقائنا اصدقائي، لقائنا المبسط هذا، نشكر الاستاذ عبد الرضا الصراف، موجه اول منطقه الجهره التعليميه، الموجه الاول للتربيه الفنيه ورئيس لجنه العلاقات العامه والمطبوعات في المعرض. شكرا استاذ ابو حسين. شكرا ابو احمد. أصدقائي، إحنا أصدقاء الفنان الصغير، كل الأولاد والبنات الموجودين وكل الموجودين في المعرض نعتبرهم فنانين ونعتبرهم ضيوفنا في حلقتنا اليوم. والحين عندنا جانب، تدرون المعرض فيه فوق 500 لوحة تقريبا أو أكثر، عندنا جانب صغير هو جانب المعادن، فنبي نشوف نعطي أصدقائنا ونعطي حتى الجمهور الكبار أيضا فكرة عن عمل المعادن. نلتقي مع الاخت، شو اسمك انت؟ ايوه زهراء علي. لا صوتك اقوى عشان زهراء علي. ايه زهراء، انت في اي مدرسه؟ غرب الفنطاس. مدرسه غرب الفنطاس، يعني تعتبرين انت باي صف الحين؟ رابع متوسط. تعطينا فكره عن المعادن؟ المعادن من الخامات القديمه الفنيه اللي كان يستخدمها الانسان. واحنا نستخدم المعادن حسب نستخدم المعادن حسب الشكل الفني اللي احنا بنسويه، فممكن نستخدم معادن رقيقه ومعادن صلبه. و انواع الشغل على المعادن عندنا شغل ورا، ممكن نشوفها. خلينا نشوف الشغل تاع، يعني لو تكلمنا على اللوحه هذه اللي تحت، لما نتكلم عنها كم عمل فيها؟ هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا شنو؟ طبعا هذا بالضغط. بالضغط من وين؟ من برا ل لا من داخل ل داخل ليه برا؟ ها؟ ايه؟ لا من برا لداخل. برا لداخل، ايه. وبعد اسمعوا على صوت الزهرة. وهذا شوي عشان تبين اللوحة. وهذا بالحرق ممكن يكون. هذا شنو هذا؟ هذا معدن يكون معدن رقيق، هذا تحت يحطون خشب او معدن صلب. زين هذه الالوان اللي هني شلون تطلع هذه؟ شلون صارت؟
هاي ممكن نسويها ممكن نسوي هذه تلون بالوان مينا و تنحط بالفرن الحار. نحرقها؟ اي تنحرق. ها هذه شلون؟ هذه بالمسامير. يعني قولي لنا شلون تسوي؟ يعني على حسب الاشكال اللي عندنا يطقون المسامير دور مدارها. يعني هذه هني الاشكال، هذه شوف اللوحه اللي فوق، الاشكال هذه شلون يعني نفرق؟ يعني هذه كلها قطعه واحده من المعدن ونفرغها، نسوي تفريغات وبعدين نحط المسامير. يعني نحط المسامير في الفراغات هذه. ها زين، هاي شلون هذه؟ هذه انا اعتقد بالضغط. هذا بالضغط. ها بعدين هذيله شنو؟ مسامير. نيتي زهراء، الحين نبي نشوف تقولي لنا بس كلمه، ها، او يعني موجز عن اللوحه اللي قدامنا هذه. تفضلي. بهاللوحة مستخدمين أنواع وايد على ما أعتقد من المعادن، رقيقة وصلبة، ومستخدمين طرق وايد عشان يسوي. إنزين، متهيألي بعد أن مستخدمين لونين من المعادن، يعني الـ 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 الأحمر والأصفر. شاورينا إيه؟ على الأصفر. هذا الأصفر إيه؟ مايل على الذهبي، وهذا الأدعم الأحمر. شنو الدوائر والنقط اللي على 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 المعدن هاي؟ شنو هذه؟ هذه بالضغط يسوونها. يعني مثلا يبون مسمار وطقطقون. ها اي مسمار. مش ذي زين، واللوحه اللي فوق هذه؟ هذه بالحرق، هني اطرافها بالحرق. زين، ليش هذه فيها ضغط وبعدين مفرقينها وحاطين وراها شبك؟ يعني يعتبر مثل شيء فني. هذا شيء فني، تجديد في في الشغل. مش ذي اي بس انت ما تعتقدين ان المعدن كذي يعني ممكن الواحد يعني يثني بإيده، ولا ممكن يخترب، ولا ممكن واحد يلعب في اللوحة ويخربها؟ اي ممكن، لأن المعدن فيه رقيق. إيه عرضة للتلف، هذه ممكن تتلف. إنما لما تكون قطعة متساوية ما احنا طبعا بعد ما اختكم زهراء علي شرحت لنا نبذة بسيطة عن المعادن، نروح نشوف بعد أجزاء أخرى من المعرض، لأن متروس لوحات وفي خبرات فنية متعددة. شكرا يا زهراء. عفو. تبي تقولين شيء؟ أعتقد أن هذا معرض وايد يعني زين ومناسب حق كل الناس يشتركون فيه، ويعني هاي شيء وايد زين أن أشترك بالمعرض هذا. شكرا يا زهراء، مشكورة، ما قصرت. شكرا أصدقائي. أصدقاء الفنان الصغير، إحنا الحين لازلنا في المعرض ونشوف أرجاء المعرض والأقسام والزوايا والمجالات كلها مفتوحة. حبيت ألتقي مع أبلة عالية مدرسة التربية الفنية، موجودة معي الحين علشان تعطينا فكرة عن مساهمتهم في المعرض وشنو ناويين إن شاء الله يسوون من مشاريع. يعني مرحبا أبلة عالية. أهلا وسهلا فيك أبلة عالية. أنت وين تشتغلين وفي أي مجال؟ يعني أدري أنك مدرسة تربية فنية، بس في أي مدرسة أو أي مكان؟ إحنا طبعاً الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، مركز رعاية نهارية بالجهرة. يعني مكانكم بالجهرة؟ فرع يعتبر؟ فرع من طبعاً في أفروحة، في حوالي ومقسم. يعني أنتوا اللي بالجهرة؟ الفرع افتكر جديد. أنا ما أعتقد جديد. طيب أنتوا شنو مساهمتكم اليوم؟ سويتوا يعني اشتركتوا ولا زيارة؟ مجرد زيارة بس، إن شاء الله طبعاً راح نفتح معرض
فطبعا جايبين الاطفال يشوفون رسومات وهذه فياخذون طبعا فكره شوي. يعني هم الحين تقريبا الاولاد والبنات اللي جايبينهم عشان ياخذون فكره عن جو المعارض، ها؟ لان ناويين ان شاء الله تسوون معرض. شلون انتاج الاطفال اللي عندكم المعاقين، شلون انتاجهم؟ بصراحه شيء فظيع يعني لا يوصف. يعني لو تشوف مثلا تقول هذا طفل معوق يمكن تقول ما راح يسوي شيء، لكن لما تقعد معاه وتشوف طريقه رسمه وطريقته في التعبير يعني داخله شيء فظيع. والله انا ابو العاليه انا يعني في سنه من السنين من زمان يعني سويت مقابله او لقاء مع شو اسمهم النور اللي هم ايه كيف المكفوفين النور، ها هذيل سويت معهم مقابله ويمكن الناس نسوها الحين، لكن سويت مقابله مع اربع بنات ما يشوفون يعني هذا، وقاعد يشتغلون تربيه فنيه عن طريق اللمس والتحسيس، وكانت نتائجهم جميله. فانت لما تقولين ان احنا الاولاد والبنات اللي عندهم انتاج جيد، انا مصدق يعني، بس ان شاء الله نبي الجمهور ان شاء الله. بصراحه انا من هنا يوم المعرض يشوفون ان شاء الله. لا ان شاء الله الجمهور راح يجي ان شاء الله. شكرا يا ست عاليه، مشكورين. اصدقائي هذا لقاء سريع يعني سويناه مع الاب العاليه عشان تنوه لنا عن المعرض اللي ان شاء الله راح يسوونه للمعوقين ان شاء الله، كلهم اولادنا وبناتنا، ونتمنى ان نشوفه على ارض الواقع، واتمنى ان اكون موجود عشان اصور اعمالهم الفنيه.
أصدقائي، احنا من ضمن اللقاءات في احد الجوانب بعد ما هدى المعرض شويه وابتدوا الزوار يخفون، نلتقي مع احدى ابلات التربيه الفنيه علشان ناخذ انطباع ولو بسيط عن المشغولات والمعروضات اللي موجوده في المعرض، وشنو النشاط اللي اصلا يتوفر عندهم في مدرستهم. لقائنا الحين مع الابله، ابله نبيله، مدرسه التربيه الفنيه. مرحبا ابله. هلا أبلا نبي، بس تعطينا فكرة. نعم. ولو موجزة، أنت حين لفيت المعرض. نعم. وشفت شمساع قاعدة تصورين. يعني معنى ذلك أن في أشياء في المعرض عجبتك وخلتك تصورين بالفيديو، وأنت أصلا مدرسة التربية الفنية. أعطيني بس انطباع بس عن المعرض يعني. نعم، المعرض وايد حلو. اللي لاحظه في رسومات الطالبات شغل ممتاز يعني، وجهد واضح يعني. وتعبانين فيه يعني، لكن ألاحظ فيه يعني في شوية الطالبات يعني الرسومات الموجودة الثانوي طبعا تختلف عن المتوسط، تختلف عن الابتدائي، كل مرحلة لها مجالها. فعندنا مثلا مجالات المتوسط تقريبا مشابهة للمجالات الثانوي، فعندنا المقررات تختلف لأن في تخصص كل مجال، الطباعة تخصص للطالبات. فالمرحلة المتوسطة عبارة عن المجالات كلها قاعدين يأخذونها الطالبات. عندنا في الطباعة أشوف من المعروض شيء جميل وايد حلو، متعددة النشاطات وايدة فيها، الطباعة على القماش، طباعة الحرير، طباعة البتيك بعد. احنا يعني احنا عشان لا يعني نتشعب، احنا واقفين الحين او اعطيني الميكروفون، احنا الحين اصدقائي واقفين يم جزء في اعمال بالحرير مش كذي؟ نعم. انت على كل حال تدرسين اي مرحله؟ المتوسطه. اي مدرسه؟ المنصوريه المشتركه. زين، هني نبي بس الكاميرا تصير معانا علشان مثلا نشوف اللوحه هذه، بس ابي انطباع عن اللوحه هذه ومدى الجهد المبذول فيها. ابله نبيله، بس يعني انت ايش رايك فيها؟ داخل معاها مو بس القماش، داخلين خليش ذاك الصبع عشان اشوف فيها تاثير واضح، تاثير الطباعة. ويعتبر حرير هذا ولا حرير؟ لا حرير. إيه حرير كلها عبارة عن شغل بالحرير. عندنا فيها آيات قرآنية أو كلمة الله أيضا، هذه موجودة بالألوان. إيه نعم. هذه سكوتين. إيه؟ هذا أو بونال. إيه؟ و هم يخلونه بارز تركين له فراغ على أساس أنه يكون على ال. عندك فكرة شلون يسوون الزخرفة هذه؟ يعني هاي طباعة. طباعة وتفريق. تفريق تفريق بالستانسل. اي نعم، ياخذون الستانسل. اي نعم، وجزء الصوب يعني هني اللون الاخضر من الازرق تداخل مع فتداخل بعض. اللونين مع بعض. إيه؟ فاعطانا التاثير اللي شايفينه هني. إيه؟ في شوي يعني تاثير هذا شوي على الستانسل، هذا كله ستانسل موجود. اي نعم، حتى الايات القرانيه هذه طباعه على الستانسل بالتفريق. اي نعم. وهذه اللي عندنا اللوحه هذه طباعة على البتيك. هذا التأثير وين نلقاه يعني؟ هذه بطريقة الشمع. أي. ما يطلع كذي بالشمع. أي نعم، بطريقة الشمع. أي. فيعطي تأثير ال. يسمونها طباعة البتيك. طباعة البتيك. نشيل الشمع وبعدين في المكان اللي نبيه. يعني نحط الشمع. نحط الشمع. نحج اللي ما نبيه يطلع في شيء نحجزه. أي نعم. بالشمع. نحجزه بالشمع. أي، أنا عطيت مرة أصدقائنا في البرنامج فكرة عن البتيك والشغلات هذه. أي نعم. طبعاً أنا ساعات أقول من رأيي يعني أن البتيك لازم يكون كله بهذا التأثير، ما في داعي ندخل فيه. لا بالعكس، يعني يعطينا تأثير وايد حلو. يعطينا تأثير وايد حلو. أدخل الإيد يعني حركة الإيد بالفرشة وايد حلو، يعطينا تأثير حلو. أنت رأيت كذي؟ إيه نعم. إيه؟ لأن إحنا نستخدم على أساس أنه ما تكون كلها بالشمع، في الأجزاء الثانية تكون بالطباعة. إيه؟ كله واحد يعني كذي؟ إيه نعم. يصير يعني. يصير. احنا هني ايضا عندنا لوحه، انا بنشوف اول نبيله ايش راح تقول لنا عن اللوحه هذه اللي قدامنا. هذه الطباعه عندنا على القماش، فليست على الحرير مثل ما استخدمنا بالاول، اشتغلنا على الحرير. هذه على القماش القطن،
فهذه طباعة على الستانسل نفس الشيء المستانسل اللاينو. اللاينو. اللاينو هاي طباعة اللاينو. يعني هذا نحس أنك وحدات ها؟ وحدات نعم. وحدات يعني كل وحدة يم الثانية مربعة وبعدين يدخلون وحدات ثانية. يعني فتتكرر تتكرر الوحدات عندنا اللاينو. إيه. اللاينو تتكرر وبعدين نترك مجال ثاني على أساس إنك نكتب ال. أكو كتابات صغيرة. في كتابات صغيرة. شنو هذا؟ بشنو مسوينها؟ هذا بالأقلام الفلماستر. يعني قصدي أنا القماش يتقبل طباعة اللاينو بس الحرير ما يتقبل؟ لا طبعًا اللاينو اللاينو أحسن على القطن أحسن من الحرير. يعني إيه نعم. لما نقول قطن يعني قطن. طيب. احنا هني عدة اشكال فنية موجودة، يعني لو بنتكلم عن الاعمال الفنية الموجودة هني في الطباعة والاقمشة راح يصير عندنا مجال كبير نتكلم فيه، بس احنا بما ان الوقت الحين على قد الحلقة نتمنى من اصدقائنا اصدقاء الفنان الصغير والجمهور الكبار والصغار ايضا انهم يحافظون على ان يقدرون يجون باقي ثلاثة ايام تقريبا 29 و30 31 في ثلاثة أيام يقدرون يلحقون يعني يقدرون يلحقون على المعرض، وإحنا يعني إن شاء الله نتمنى أن الجمهور يزيد ونتمنى أن نشوفكم دائما في معرضنا، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح، نشوفكم على خير أصدقائي ومع السلامة.